ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، فيديو مفيد جدا. هنتكلم عن صابونه طبيه. الصابونه دي مفيده لبشرتنا وليها فوائد كتيره قوي قوي للبشره. اول حاجه وقبل ما ابدا الفيديو بتاعي، طبعا كلنا عارفين ان الصابونه العاديه اللي احنا بنستخدمها دي فيها مواد كيميائيه مضره للبشره، ومع مرور الوقت بتعمل مشاكل كتيره قوي في البشره، وتلاقي كتير قوي مننا بيعاني بمشاكل في بشرته وهو مش عارف منين جت الحاجات دي كلها. طبعا بيبقى من سبب من الاسباب يعني من استخدام صابونه غير مناسبه للبشره او لنوعيه البشره اللي عندك يعني او اللي عندك. طيب علشان كده اطباء الجلديه كلهم بينصحوا باستخدام صابونه زي صابونه جليسرين. هي صابونه طبيه ليها 5 فوائد حلوه جدا. الصابونة دي منها نوعين، عندنا زيت الزيتون اللي هي الصابونة الخضرة دي زي ما احنا شايفين، وعندنا صابونة بالعسل بتبقى لونها اصفر. طيب ايه الفوائد بتاعت الصابونة دي؟ اول حاجة معايا بتمنح البشرة الرطوبة وتحميها من الجفاف. البشرة دي مع استخدامها بتدينا رطوبة للصابونة دي، سوري، مع استخدامها المتكرر وكتير بتدينا ايه رطوبة للبشرة وبتحمي بشرتنا من الجفاف. تاني حاجة بتحمي البشرة من انسداد المسام، تمام. طيب تالت حاجة معانا ان هي بتمنح البشرة بتبقى بشرة هادية، بتبقى بشرة صافية عشان ايه فيها، هي تعتبر كمهدئ للبشرة، تمام، اللي بشرته بتحس كده ان هي فيها بصور وحب شباب والبشرة مش شكلها مش مظبوط وحلو، هي بتهدي كل انواع البشرة، وخصوصا زي ما احنا قلنا البشرة الحساسة اللي هي ما بتستحملش اي مواد كيميائية عليها. طيب عندنا رابع حاجة بتعمل على ازالة الزيوت، خلاص، وبتقلل من ظهور حب الشباب. يعني عندنا الصابونة دي عايز اقول لكم يعني ليها فوائد كتيرة جدا جدا، احنا بنحكي عليها اهو، كل فايدة بتبقى اكبر من التانية وحلوة جدا. الفايدة اللي هي الخامسة او الاخيرة معانا نقول ان هي بتساعد على رطوبة الشعر. يعني هي كمان مش ليها فوائد كتيرة للبشرة وبس، لا، هي كمان بالنسبة للشعر هي بتقلل هيشانه. طيب في ناس تقول احنا بالنسبة لنا مفيش مشكلة في الشعر، احنا عايزينها للبشرة، هي زي ما احنا قلنا بتقلل من حب الشباب او لحد ما بتقضي على حب الشباب، بتعمل رطوبة وتخلي كده ملمس البشرة حلو جدا. وطبعا لان هي مكونة من الجليسرين، وزي ما احنا عارفين الجليسرين دي حاجة طبيعية ما فيهاش اي مواد كيميائية، مفيدة جدا جدا للبشرة. مع مرور الوقت لأي حد بيعاني من أي مشاكل في بشرته هيحس فعلا بالفرق، وهيحس إن هي قد إيه مفيدة. فأنا عايزة أقول لكم أنا بنصح بيها لأن باستخدامنا ليها لفترة طويلة جدا، إحنا من فترة طويلة بنستخدمها، وأي حد يعني بيعاني من مشاكل في بشرته بدأت المشاكل دي تروح، وكل الشباب اللي عندهم حب شباب في البشرة يستخدموها. براحتكم بقى، ممكن زي ما احنا قلنا تجيبوها بزيت الزيتون اللي هي بتبقى صابونة لونها اخضر كده، وممكن لو حابين تجيبوها بالعسل بيبقى لونها اصفر. اهي ادي شكلها صابون جليسرين دريم لوك مكتوب عليها بزيت الزيتون زي ما احنا شايفين، تمام. هنا مكتوب عليها ايه الحل البشرة الجافة والحساسة والبشرة التي تعاني من البصور، يبقى بتعاني من حب الشباب والبصور معانا. صابونة مفيدة جدا جدا، انا حبيت ان انا النهاردة انصحكم بيها علشان اللي ما بيستخدمش او مش عارف يستخدم ايه لبشرته عشان يعالجها يستخدمها الاول، وبعد كده اذا كان مثلا بيحط حاجة محلول موضوعي للبشرة او بيحط اي حاجة مرهم او اي حاجة لبشرته يستخدمها. ان شاء الله كده يا رب الفيديو يكون عجبكم، واللي ما استخدمش البشر اللي ما استخدمش الصابونه دي سوري يجيبها. وعايزه اقول لكم هي رخيصه مش غاليه، ثمنها 11 جنيه، يعني بالرغم من الفوائد الكتير قوي اللي بتعملها هي ب 11 جنيه بس، يعني مش غاليه خالص.
وعايزة اقول لكم كمان على حاجة اخيرة، ان دي مش للاستحمام، يعني ما ينفعش مثلا للشاور او للاستحمام وكده، لا انت بتجيبيها او انت بتجيبها لبشرة بس. عندك بثور او عندك بثور، في حب شباب، في هتحس ان البشرة جافة مش رطبة، او حاسين مش مستريحين لجفاف البشرة مثلا، هاتوها ان شاء الله هتبقى حلوة جدا جدا، ومع مرور الوقت باستخدامها هتعرفوا الفرق بينها وبين اي صابونة تانية عادية. في نهاية الفيديو بتاعي او ان شاء الله كده يا رب الفيديو يعجبكم وتجيبوا الصابونة الحلوة دي وتجربوها. مع الف سلامة.